موجز الأخبار من أورينت، أهلا بكم. وفد من القوات الأمريكية المتمركزة بقاعدة تنف العسكرية يزور للمرة الأولى مخيم الركبان المحاصر من قبل ميليشيا أسد وإيران على الحدود السورية الأردنية بهدف الاطلاع على الواقع الطبي للمخيم. نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتاكلي يقول إن أكثر من 520 ألف سوري عادوا إلى بلادهم دون الكشف عن طريقة عودتهم، فيما تجاوز عدد اللاجئين المسجلين 3,650,000. ميليشيا النجباء العراقية المدعومة من إيران ترسل رتلاً عسكرياً يضم عشرات العناصر والآليات إلى ريف دير الزور الغربي بالتزامن مع القصف المكثف التي تتعرض له الميليشيات من قبل التحالف الدولي وإسرائيل. السلطات السودانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات إلى 105 قتلى منذ حزيران الماضي. الشرطة المغربية توقف 81 شخصاً على خلفية أعمال شغب شهدتها مباراة كرة قدم ضمن الدوري المحلي في العاصمة الرباط. مقتل 17 مدنياً في هجوم لحركة الشباب المجاهدين التابعة لتنظيم القاعدة استهدف حافلات بإقليم هيران وسط الصومال. نهاية الموجز، شكراً لطيب المتابعة، إلى اللقاء.